اليوم نتابع استعدادات وتمارين أكاديمية الجوهرة لمناقات نادي الفيصلي مع الكوتش هاني. نقول له الحمد لله على السلامة. اليوم أكيد بيكون استعداد قوي من جانب أكاديمية الجوهرة لمناقات النادي الكبير نادي الفيصلي. يعني تقدر تشتغل معاه وتنفسه في الملعب وتبقى أحسن منه. لو أنت أحسن منه أكيد هياخدك مش هيسيبك. هلا كنو. هلا كيف حالك؟ الحمد لله. طيب اتكلم عن التمرين اليوم، وش استفدت من التمرين او وش خليت؟ اليوم استفدنا ان تجهيزات البطولة الفيصل. اليوم لعبنا تقسيمة ونشوف اللعبة اللي يصلحون في بطولة الفيصل ونستمون زين ونطور مستواه، ونشوف ندخل مثلا الاشبال مع البراعم مباراة عشان يتحسنوا. عساكم استفدتوا من التمارين اليوم. الباب يا عبود لفه في الباب صدقني هدف. في الباب ها؟ يلا شوف ايش قاعد وجهه. هذا ودوه برشا. والله ما شاء الله. كيف التمارين اليوم؟ والله كويس الحمد لله، ما قصروا. كنت حسن وكنت حسين بسرعة التمارين. اليوم تمرنت تمارين لياقية وتكتيكية. وبنحاول زيادة نطور مستوانا على عشان. استفدت اليوم من التمارين. هلا ياسر، كيف التمارين اليوم؟ الحمد لله. اليوم طبعا عندكم استعدادات لمناقات نادي الفيصلي. البطولة. بطولة داخلية. أيه. والله ما قصروا يعني الكوتش حسن وحسين والكوتش هاني والإدارة كلهم الأكاديمية الإداريين. وما قصروا معنا ودايم إن شاء الله الأفضل. كيف استفدت من التمارين اليوم؟ لياقة وتكتيك وحسن البطولة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.